لا شك بأن الوضع خطير جدا. في السابق كانت إسرائيل تدافع عن نفسها بواسطة استعمال القوى المسلحة ضد القوى النظامية، إن كانت الحرب مع مصر أو الأردن أو العراق أو سوريا. اليوم تغير الوضع كثيرا، لأن العنصر الإيراني هو المهيمن في الوقت الحاضر على المنطقة. حزب الله يتمول ويتسلح ويتدرب من قبل إيران وكذلك الحوثيين، بالإضافة إلى فصائل المقاومة في العراق وسوريا. إذا إسرائيل محاطة من جميع الجهات من قبل قوى معادية لها، قوى ليست نظامية ولكن قوى قاتلة. حزب الله بإمكانه، لديه حوالي 150 ألف صاروخ ربما أكثر، بإمكانه أن يسبب دمارا هائلا لإسرائيل. ويبدو بأن الحوثيين أيضا يتسلحون إلى درجة كبيرة، ووجدنا ذلك هذا الأسبوع عندما قصفوا إيلات في إسرائيل. كذلك المنظمات الميليشيات العراقية التي ضربت القوات الأمريكية أكثر من 150 مرة منذ شهر أكتوبر. أضف إلى ذلك حماس التي ما زالت تحارب ضد إسرائيل في غزة. إذا الوضع يبدو متدهورا، والسياسة الخارجية الأمريكية لم تعالج هذا الموضوع منذ أيام الرئيس الأسبق أوباما، لأنه كل مرة إسرائيل كانت تريد أن تقوم بعمل عسكري كان يوجد مقاومة أمريكية، واليوم يوجد مقاومة أمريكية ضد إسرائيل. وجدنا ذلك في الأشهر الماضية عندما قرر بايدن وقف تزويد إسرائيل بالقنابل الثقيلة، وكذلك تصريحات نائبة الرئيس والتي سوف تكون المرشحة للحزب الديمقراطي في الشهر القادم، كاميلا هاريس، وتصريحاتها التي لم نعهد سياسي أمريكي يقولها، ولكن تصريحات تتجه نحو التصعيد ضد إسرائيل.